الجمعية العمومية للشركة تمت المصادقة على البيانات المالية والمركز المالي وكذلك أيضا توزيع الأرباح. اللافت بأنه بهذه الأرباح هذا العام أنتم نزعتوا نسبة 27%، بالتالي أنت لديك توسعات، فبالتالي لماذا كل هذا السخاء؟ لماذا لم تحتفظ بمزيد من السيولة لتغطية توسعاتك في هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك، الله يجزاك خير أستاذ معمر، الله يعطيك العافية. تم بحمد الله سكرنا السنة هذه 2015 بأرباح الحمد لله بتفوق عن 2014 ب 27%، اللي هي مقابل 2.7 ريال بير شير، الحمد لله أفضل من السنة اللي قبلها. ولكن التوسعات اللي عندنا حاليا في الشركة في سنة 2016 تكون عدة مشاريع عندنا، منها مكسب الوكرة ومصنع اللحوم وتوسعات أخرى إن شاء الله سوف نطلقها قريبا. نحتاج نكون على الأقل يعني على ما قالوا سخيين مع المساهمين، وكذلك نمسك مبلغ أو رأس مال علشان نقدر نحطه في المشاريع المستقبلية التي لدينا حاليا تحت طور الإنشاء. المساهمين لهم حق علينا أولا وأخيرا، و 2.7 ريال اللي هو 27% بالنسبة ل 2015 أنا أشوفها والحمد لله للإدارة التنفيذية والمجلس الإدارة شراها أنها شيء مناسب لهذه السنة، ولكن إن شاء الله نعدهم بأفضل السنوات القادمة. جزء من هذه الأرباح أخي عبد الرحمن عم نشوف أنه هي دعم حكومي تقريبا 374 مليون، فبالتالي يعني الدعم الحكومي دائما هو عم يخلق فارق في معدل نمو الأرباح. لا، الله يطول بعمرك، الدعم الحكومي خففنا كثير من الدعم الحكومية من 2014 وكذلك في 2015 نزل مبلغ كثير بشكل فائض كبير جدا جدا، والحمد لله احنا حاليا نركز داخليا على الشركة لتقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية في الشركة. الحمد لله صار فرق كبير جدا، تقريبا 30% نزل من المصاريف التشغيلية من 2014 ل 2015. عندنا خطة الحمد لله قاعدين نمشي على 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 هذه الخطة 2015 و16 ونجحنا الحمد لله في تخفيض هالمصاريف الإدارية والمصاريف الداخلية للشركة، لأن شركتنا مثل ما أنت تشوف الحمد لله من الشركات الناجحة في هذا المجال في البلد وماسكين، وأنا أفتخر بهذا العمل والحمد لله أرباحنا تقدر تشوف 2014 ل 2015 ما لها أي دخل في هذه، و2016 إن شاء الله بطريقة أفضل وأفضل. بتوقف عند 2016، هو عام التحديات، يعني بتعرف انه تباطؤ النمو في الاقتصاد، ولكن فيما يتعلق بالامن الغذائي هذا الامر خط احمر بالنسبه للحكومه. خطتك في العام 2016 وقدرتك على تحقيق معدلات نمو مماثله لما كانت عليه بالعام 2015؟ نحن نعلم طبعا خطتنا اين ستذهب، ونحن نعلم ايش قاعدين نسوي بالضبط حاليا مع خططنا الداخليه للشركه، خطه التوسع هو خطه التخفيض في المصاريف الداخليه، والحمد لله خففنا من السنه اللي طافت لين اليوم نسبه كبيره جدا جدا، من هذا التخفيف زاد لنا في امور كثيره ورتبنا امور كثيره. لدينا استراتيجيه كامله داخليه قاعدين نطبقها لاعاده هيكله الشركه كامله من داخل. 2015 نتائجنا كانت 27% افضل من السنه اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى، والان احنا شغالين على طور استراتيجيه جديده للتوسع ان شاء الله والتوسع زياده بطريقه افضل، وان شاء الله نتمنى لنا الخير للجميع باذن الله. حصة الاسواق الخارجيه اللي انتم متواجدين فيها خاصه السودان قديش عم تمثل من ايرادات وارباح الشركه؟ السودان هو فرع لدينا والحمد لله، لدينا مشروع هناك الحين قاعدين نبتدي فيه بخطة الحمد لله متماسكة، وهو يعتبر مورد لنا في أنواع اللحوم اللي تجي من السودان والمناطق التي حولها، منها اللحوم السودانية وغيرها، والحمد لله نسحب منها كميات جيدة للسوق المحلي القطري، والحين حاليا قاعد نتفاوض مع كذا دولة جانبية لقطر أن نورد لها من فرعنا من السودان دايركت على طول. وبخصوص توسعاتنا في سنة 2016 و2019، أنا أبدا مش خايف من 2016، الحمد لله يعني أمورنا في 2016 جيدة واستراتيجيتنا ماشيين عليها وشغلنا ماشي، وتخفيض في الإيرادات وتخفيض في جميع المصاريف لدينا في الشركة. ولكن اللي أنا خايف منه أن 2017 قاعدين ندرسها من الحين وقاعدين نرتبها من الحين، 2017 لين الحين على ما قالوا في مهب الريح، مثل ما تشوف الأوضاع الاقتصادية الحالية والأوضاع السياسية مش ثابتة هالفترة اللي طافت، ولكن بإذن الله أن مع اعتدال أسعار البترول من 40 دولار للأفضل بنوصل إن شاء الله إلى 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 دراسة جيدة واستراتيجية جيدة ل 2017. سؤال الأخير، أنتم قبل 3 سنوات غيرتم اسم الشركة من مواشي إلى ودان بغرض أنه سوف تنويع مصادر الشركة بحيث لا تقتصر على اللحوم الحمراء، تشمل الأسماك والدواجن. أين ودان من
الدواجن والاسماك. الان الله يحفظك، الحمد لله تم تغيير هذه الاسم من مواشي الى ودان من 3 سنوات، والحين نعمل احنا نسوي فوكس بشكل مش طبيعي على اللحوم، وباذن الله اذا في توسعات ثانيه سوف نخبركم قريبا عن الموضوع هذا.